أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى ثاني نشراتنا الإخبارية ونستهلها بأبرز العناوين. قصف جوي ومدفعي على أحياء وسط درنة وميليشيات الكرامة تعتدي على مؤسسات بالمدينة. في ذكرى تأسيس الجيش الليبي، المجلس الأعلى للدولة والرئاسي المقترح يدعوان لتوحيد المؤسسة العسكرية. بعد إعلان نتائج الشهادة الثانوية، وزير التعليم بالحكومة المقترحة يحجب نتائج بلدية زوارة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم إلى النشرة بالتفصيل. قامت ميليشيات الكرامة بمدينة درنة بالاعتداء على معهد خولة للمهن الشاملة بالساحل الشرقي، بالإضافة إلى مقر فريق الإحسان للتنمية بالمدينة. وقال مصدر من المدينة إن عمليات تخريب وسرقة طالت المقرين بعد أن اتخذتهما ميليشيات الكرامة مقرا لها، مشيرا إلى تواصل حالات نهب البيوت والمحال التجارية بالمدينة. هذا وشنت المقاتلات الحربية التابعة لميليشيات الكرامة غارات جوية استهدفت حي المدينة القديمة والمغار وسط درنة. وقال مصدر من المدينة إن الغارات تزامنت مع قصف مدفعي عنيف بقذائف الهاون والدبابات صباح الجمعة، مرجحا وقوع أضرار مادية كبيرة جراء القصف. قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشيري إنه لا شرعية لقيادة الجيش الليبي إلا المجلس الرئاسي المقترح على حد تعبيره. جاء ذلك في كلمة الله في الاحتفالية التي أقيمت بالذكرى 67 لتأسيس الجيش الليبي، التي حضرها رئيس الأركان العامة المكلف من الرئاسي المقترح وعدد من ضباط الجيش الليبي. أقيم بالمناسبة عرض عسكري لقوات الجيش من المشاة والمظليين والطيران الحربي. في شأن ذي صلة، شدد رئيس الرئاسي المقترح فايز السراج على ضرورة توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا. أضاف السراج في بيان أصدره الرئاسي المقترح بمناسبة ذكرى تأسيس الجيش الليبي إنه رغم الانقسام وقلة العتاد إلا أن القوات المسلحة الليبية تواجه بشجاعة كل من يحاول العبث باستقرار الوطن من إرهابيين وخارجين عن القانون ومهربي بشر بحسب البيان، مشيرا إلى أن توحيد المؤسسة العسكرية وأساس الوحدة الوطنية بين كل المناطق والمكونات في ليبيا وفق تعبيره. طلب الأمير محمد الرضا السنوسي الأمم المتحدة والدول المهتمة بالشأن الليبي بإيقاف التدخلات والاستفزازات الخارجية السلبية في ليبيا، داعيا إياها إلى المزيد من الحوارات والانفتاح على كافة القوى والتيارات والأطراف دون انحياز لطرف على حساب الآخر. وأكد السنوسي في كلمة له الخميس في ذكرى تأسيس الجيش الليبي 78 أن الحوار يبقى السبيل الوحيد مهما كانت الخلافات السياسية، الطريق الأمثل لحماية البلد من التدهور السياسي ومن جنون استخدام السلاح في إنهاء المشاكل والأزمات، معبرا عن أمله في بناء جيش موحد وقوي يستأنف مسيرة بنائه الأولى ويحافظ على سيادة ليبيا وأمنها واستقرارها. على صعيد آخر، طالب عدد من المتظاهرين بميدان الشهداء الجمعة ببناء جيش حقيقي ولاءه لله والوطن وليس جيشا انقلابيا ولاءه لحفتر. المتظاهرون في ذكرى تأسيس الجيش الليبي نددوا بالصمت الدولي والمحلي لما تفعله ميليشيات حفتر في درنة، مناشدين الليبيين بالوقوف صفا واحدا ضد من يعبثون بمصير الوطن. يا فرقات هاتف العار، يا فرقات هاتف العار، يا سراج درت العار، يا معيسيك درت العار. قال
قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيب كونتي إن إجراء الانتخابات العامة في ليبيا بدون ضمانات للمصالحة بين الفرقاء السياسيين أن يحقق الاستقرار في البلاد. حذر كونتي في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيطالية أكي من الإسراع في إجراء الانتخابات دون ضمانات كافية، معبرا عن رغبته في الوصول إلى الانتخابات تدريجيا حتى يتحقق الاستقرار، مضيفا أن إيطاليا لا تدعي الهيمنة على ليبيا أو أن لها أهدافا توسعية فيها. دفع رئيس الوزراء الإيطالي عن سياسة حكومته تجاه المهاجرين التي انتقدتها بشدة منظمات وهيئات عاملة في أنشطة الإنقاذ بمياه المتوسط، قائلا إن تدفقات الهجرة تقلصت إلى ما بين 80 و85%، وهو أمر إيجابي بحسب كونتي. هذا وردت السفارة الإيطالية في ليبيا على الانتقادات العنيفة التي صدرت عن لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب المنحل، نافية أن يكون السفير الإيطالي لدى ليبيا قد دعا إلى تأجيل الانتخابات. شددت البعثة الدبلوماسية الإيطالية لدى ليبيا في تغريدة على حسابها في تويتر على أن السفير جوزيبي بيروني لم يطلب أبدا تأجيل الانتخابات الليبية، بل ما ورد هو العكس تماما، قائلا إن قرار تحديد موعد إجراء الانتخابات يعود للليبيين فقط. هذا وقال نائبه ووزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني إنهم اتفقوا مع الولايات المتحدة على ضرورة اختيار الليبيين أنفسهم تواريخ وسبل مستقبلهم وانتخابات بلادهم. أضاف سالفيني في لقاء مع قناة الجزيرة أن الغرب لا يمكنه تصدير نموذجه السياسي لليبيا على تحديد موعد إجراء الانتخابات على حد تعبيره. أشار الوزير الإيطالي إلى وجود خطة أوروبية إيطالية في الجنوب الليبي هدفها المساعدة في استقرار البلاد وليس التدخل العسكري بأي شكل من الأشكال. أعربت لجنة الخارجية بمجلس النواب المنحل رفض التعيينات الجديدة لسفراء عدد من الدول من قبل الرئاسي المقترح. اللجنة في بيان لها قالت إن هذه التعيينات لم ترعى فيها العدالة بين مناطق ومدن ليبيا التي تضمنت شخصيات مثيرة للجدل، داعية الدول والهيئات والمنظمات الدولية لرفض تلك القرارات، كما دعت بعثة الأمم المتحدة لاتخاذ موقف حاسم من هذا الأمر حفاظا على مسار الحوار السياسي الذي ارتضاه مجلس النواب بحسب بيان اللجنة. أعلن وزير التعليم بالحكومة المقترحة حجب نتائج الشهادة الثانوية ببلدية زوارة، وذلك لوجوه اشتباه في عدم مصداقيتها، وتشكيل لجنة تحقيق فيما يجب اتخاذه من إجراءات قانونية حيال نتائج الطلبة، لافتا إلى أنه سيقوم بالملاحقة القانونية والفصل من سلك التعليم كل من ثبت تورطه في عدم إجراء الامتحانات حسب المعايير المطلوبة. هذا وبحث الوزير مع مدير المجلس الثقافي البريطاني بالسفارة البريطانية لدى ليبيا أنتوني كالدير بانك تفعيل مشروع برنامج الاتحاد الأوروبي لتطوير التعليم التقني والفني في ليبيا. صفحة رسمية للوزارة أوضحت الأربعاء بأن عبد الجليل ناقش مع مدير المجلس الثقافي مساهمة المجلس في إعداد برامج الدورات التأهيلية لمعلمي اللغة الإنجليزية والتنسيق والتعاون مع الوزارة المساهمة في تصميم الاختبار التقييمي لمعلمي الإنجليزية الذي تعتزم وزارة التعليم العمل به خلال المدة القريبة القادمة. أعلنت وزارة التعليم بالحكومة المقترحة نتائج امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي. قال وزير التعليم عثمان عبد الجليل يوم الخميس في حفل اعتماد النتائج أن نسبة النجاح لهذا العام بلغت 38.6%، فيما بلغت نسبة نجاح مرحلة التعليم الفني المتوسط 35.2%. ستظهر نتائج الطلاب من خلال روابط موقع منظومة الامتحانات برقم الجلوس ورقم القيد
عبر البوابة الإلكترونية للهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني، أي الروابط الرسمية التي يستطيع أولياء الأمور الدخول إليها واستخراج الدرجات والمعدلات. ننتقل الآن إلى كلمة السيد وزير التعليم ورئيس اللجنة الوزارية الدكتور عثمان عبد. هذه السنة وفق الآلية التي تابعتموها كانت ترجمة لرؤية تهدف إلى الرفع من مستوى شهاداتنا الثانوية من خلال توفير. نتابع سويا مشاهدينا الأكارم. أعلن وزير الخارجية بالحكومة المقترحة محمد سيال التوقيع على اتفاق للتعاون القضائي المتعلق بتأمين الحدود بين ليبيا والنيجر والسودان وتشاد، وكذلك لائحة لجنة التنسيق والمتابعة تعزيزا للاتفاق الأمني الموقع بين هذه الدول. قال سيال أن هذا التوقيع جاء في ختام الاجتماع الثالث الذي عقد بالعاصمة السودانية الخرطوم الخميس بمشاركة وزراء الخارجية والدفاع والداخلية والعدل ورؤساء الأركان ومسؤولي الأجهزة الأمنية بحكومات الدول المجتمعة. هذا وأعلنت وزارة الداخلية بالحكومة المقترحة أن السلطات التونسية أغلقت معبر وازن البري أمام حركة التنقل بين البلدين باستثناء الحالات الإنسانية وسيارات الإسعاف بسبب احتجاجات أهالي المناطق التونسية القريبة من المعبر. ذكرت الصفحة الرسمية لإدارة الأمن المركزي رأس جدير أن الإدارة العامة لأمن المنافذ بوزارة الداخلية أفادت بإغلاق معبر وازن بسبب احتجاجات أهالي المناطق التونسية القريبة بعد تطبيق الجهات الليبية المختصة القوانين واللوائح التي تمنع تهريب البضائع والمحروقات. نفت بعثة الحج الليبية ما وصفته بالإشاعات المغرضة بشأن الوضع الإنساني للحجاج الليبيين من فئة كبار السن. إدارة شؤون الحج والعمران في بيان لها الأربعاء على صفحتها الرسمية قالت إن وضع الحجاج الليبيين جيد من حيث الإقامة والمواصلات والخدمات والظروف الصحية، مضيفة أنه لا صحة لما يشاع عن الأوضاع الصحية السيئة لكبار السن. أنقذت السفينة الإنسانية أكواريوس 25 مهاجرا الجمعة قبالة السواحل الليبية دون معرفة الميناء الذي ستتوجه له السفينة في ظل رفض عدد من الدول الأوروبية استقبال مهاجرين غير شرعيين جدد. ومن بين المهاجرين 6 نساء و19 رجلا كانوا يستقلون زورقا خشبيا في المياه الدولية على بعد 26 ميلا بحريا من السواحل الليبية شمال زوارة بحسب منظمتي إسوس المتوسط وأطباء بلا حدود. قال جهاز مكافحة الهجرة غير النظامية فرع طرابلس أنه عثر على قارب مطاطي متعطل في عرض البحر قبالة السواحل الليبية. الجهاز أوضح أنه عثر على طفلين من بين المهاجرين يحملون الجنسية العجية دون مرافقة ذويهم لهم، وأكد أن وحدة التحري التابعة للجهاز بطرابلس حاولت التعرف على ذوي الطفلين عبر هاتف معهم، تبين لاحقا أنه لأحد المهربين. هذه النشرة متواصلة مشاهدينا وفيها بعد فاصل. عدسة التناصح تواصل متابعة انطلاق فعاليات مهرجان الفروسية الشعبية بتاجورة.
ليس عيبا أن نختلف ولا أن تتباين وجهات نظرنا، ما دام الأصل فينا الحفاظ على هذا الوطن دينا ووحدة وعدالة. ومهما استغل المتربصون الخلاف وسعوا لنشر غراب الفرقة بيننا، تبقى جهود الخيرين من أبناء الوطن تواصل الليل بالنهار لتعم المصالحة ربوعة. فرصة المراجعة لم تنتهي، وما يجمعنا أكبر بكثير مما يفرقنا. ولنا في التاريخ أجداد إسوة، فما جعلنا نتوحد أيام الاستقلال يجعلنا قادرين على توحد اليوم. مطلبنا مصالحة حقيقية تلم الشعب، ومبادرة تحقق العدل، واتفاق ينهي الفتنة، صلح يعيد الأمن والسلام. فليبيا تستحق البناء، وشعبنا يستحق المصالحة. أهلا بكم من جديد. أعلن المجلس المحلي تورغا عن فشل كل الجهود التي بذلت لمنع إخراج أهل تورغا من مخيم طريق المطار، رغم التواصل مع كافة الجهات بالدولة والأمم المتحدة بحسب منشور له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. كلف المجلس عضو لجنة المتابعة عبد النبي أبو عربة بالتوجه لتورغا لاستقبال الراغبين في العودة لمدينتهم رغم سوء الظروف المعيشية فيها. كما ناشد المجلس أهالي تورغا في المنطقة الغربية للوقوف مع أهاليهم في مخيم طريق المطار وفتح أماكن سكناهم لهم ومساعدتهم في نقل أغراضهم. سبع سنوات من النزوح مضت على أهالي تورغا كان يراودهم خلالها أمل بالرجوع إلى موطنهم بعودة آمنة كريمة متزامنة مع عودة الخدمات الأساسية وعون أكيد من أبناء وطنهم على مصاعب الحياة وملمتها. صالح سلامة والمزيد. تمضي الأيام على نازحي تورغا بالعاصمة بمزيد من المعاناة في مخيمات النزوح المفتقرة لأبسط أساسيات الحياة، بعد أن تبخرت وعود الرئاسي المقترح بعودة آمنة لديارهم متزامنة بإعادة الخدمات الأساسية من كهرباء وماء وعون على مصاعب الحياة. باش نقدر نتمنى الجهة اللي هي متبنية عودة أهل تورغا في سبيل أهلنا يرجعوا لمنطقتنا، نفتكوا من قصة هذه المخيمات والنزوح نرجعوا لأرضنا. وفي بلد تعصف به الأزمات والمحن يفتقد الزمن قيمته، فترسم على الوجوه أخاديد بعمق المأساة صنعتها حرارة جامحة تصدر عن صفيح مخيم النزوح الذي تكومت بين جنباته أجساد بشرية غابت عن ذاكرة الحكومات المتعاقبة. يعني يا ريت يقول لي تفضل روح على حوشك وجمع في حوشك ضي من غير ضي بني دير حل كيف ما كنا دايرين. الآن الضي حتى مش موجود، نقعد بالثمانية عشر ساعات وإحنا مولعين يا شمعة يا دايرين لحاجة، مش مهم الكلام هذا، لكن المهم أنني لما نروح نجي لحوشي في أمان، ما فيش حد يطق فيا، عيالي معاي وهني. يعني في بعض الشروط فيه حتى يقولك لا والله أولادك ما يروحوش معاك، تروح أنت شباني كبير وهني، روح أنت وصغارك ماشي الحال. بين أشعة الشمس اللافحة وصفيح ساخن ومياه مجاريها ملوثة يقضي نازحو تورغا حياتهم على نحو رتيب، يعدون الأيام والساعات بانتظار أن تحين ساعة الرحيل باتجاه موطنهم لتحط رحالهم بين أهاليهم وفي ظلال نخيل أراضيهم وخضرة حدائق بيوتهم. وصال يرجعوا، وصال يرجعوا، وصال يرجعوا. طلبت منظمة مراسلون بلا حدود والمركز الليبي لحرية الصحافة رئيس المجلس الرئاسي المقترح فايز السراج التدخل الفوري لإلغاء كافة العراقيل والإجراءات التعسفية التي يواجهها الصحفيون الدوليون والمحليون في ليبيا. أشارت المنظمة في خطاب لها أن إدارة الإعلام الخارجي أصدرت جملة من الإجراءات التي من شأنها فرض المزيد من العراقيل على مهام الصحفيين الدوليين المراسلين الليبيين العاملين بمؤسسات ووكالات الأنباء الدولية. في
خطوة غير مسبوقة نحو التضييق على حرية الإعلام في ليبيا، ووصفت المنظمة هذه الإجراءات بغير العادلة وتبعد ليبيا عن التطلعات الديمقراطية وتعزيز مفهوم حقوق الإنسان التي عبر عنها الشعب الليبي في انتفاضة فبراير قبل 7 سنوات بحسب الخطاب. حذر المركز الوطني للأمراض السارية بانوليد من اقتراب حدوث كارثة صحية في المدينة نتيجة انتشار التلوث في أماكن بيع الخضروات. المكتب الإعلامي للمدينة قال عبر صفحته الرسمية الجمعة أن كارثة صحية تهدد المدينة تشك أن تقع نتيجة التلوث محيط سوق الخضروات وسوق الأغنام بسبب المجاري المجاورة للسوق. في سياق متصل قال رئيس لجنة الرصد والتقصي الدكتور رمضان عثمان بأنه تم رصد حالتي حصبة تم تحويلهما من مدينة بنوليد، وسيتم وضع المدينة من ضمن المدن المستهدفة في برنامج الأمم المتحدة بخصوص توفير اللقاح في الفترة المقبلة، مطالبا الأطباء بالتبليغ عن أي حالة مرضية ظهرت عليها أعراض المرض. أعلن مدير مركز الصحة الحيوانية زكريا الختال تشكيل غرفة مشتركة بين البلديات للكشف عن الأضاحي في الأسواق، مؤكدا منح الإذن بمباشرة عملها الأسبوع المقبل. الختال في تصريح صحفي الخميس أوضح أن الأضاحي الموردة ستكون من بلدان خالية من الأمراض المعدية في حالة صحية جيدة، منوها إلى أن شروط الحجر البيطري تشدد على ضرورة خضوع الأضاحي للكشف فور وصولها البوانئ، من ثم منح الإفراج المؤقت لحين الحصول على الإفراج الصحي الصادر عن المركز. أعلنت الشركة العامة للكهرباء انطلاق حملة إزالة التوصيلات غير الشرعية في بلدية طرابلس المركز للمساعدة في رفع كفاءة الشبكة العامة والتقليل من ساعة طرح الأحمال. الشركة على صفحتها الرسمية الخميس أوضحت أن الحملة استهدفت المحال التجارية والخدمية في منطقة بن عاشور، أزالت أكثر من 25 توصيلة غير شرعية وقطعت التيار عن أكثر من 20 كاشفا. دعت الشركة أصحاب المحال التجارية والصناعية إلى المبادرة بالتوجه إلى دائرة خدمات المستهلكين طرابلس المركز لتسوية أوضاع توصيلاتهم المالية والإدارية. قال مدير إدارة الإحالة بوزارة العمل والتأهيل بالحكومة المقترحة ناصر الطشاني أن الوزارة بصدد تجهيز رواتب الدفعة الثالثة للموظفين الخارجين عن الملاك الوظيفي، مؤكدا إحالة 60,000 في دفعتين إلى 43 مكتبا بالقطاعات عن طريق وزارة المالية. الطشاني في تصريح صحفي الخميس أشار إلى أن إدارة الإحالة تعمل على إحالة شهادات الدفع الأخيرة مكاتب العمل في المدن لتمكين الحاصلين على إفراجات عن رواتبهم من سحبها، مضيفا أن عدد الموظفين المنتسبين للمكتب يبلغ 76,000 موظف، منح الإذن لأكثر من 60,000 منهم لتقاضي رواتبهم عن 8 أشهر للعام الحالي. إجراءات جديدة تقوم بها المؤسسات المالية والاقتصادية تهدف لتقليل التعامل بالعملات النقدية والورقية واستبدالها بالمعاملات الإلكترونية. نظرة على أهم هذه الإجراءات في تقرير الزميل عباس محمد. انطلقت ظهر اليوم الجمعة فعاليات مهرجان الفروسية الشعبية ببلدية تاجران شرقية طرابلس، وبحسب المنظمين فإن الفعالية تستهدف ما يزيد عن 2000 فارس من جميع مناطق ومدن ليبيا. وحضر الفعالية في يومها الأول لفيف من الجماهير الشعبية، حيث يعد هذا المهرجان هو الأول من نوعه بهذا الحجم الذي يتسابق به الفرسان في مضمار يزيد طوله عن 750 مترا. الشرطة العسكرية هنا باردة لكم جميعا.
تقف إجلالا وإكبارا لهؤلاء الرجال الذين سوف يرسى مركب ليبيا بمرفا الأمان بعون الله، ثم يحيون الفرسان والجمهور الكريم، ونحن بدورنا نحيي هؤلاء الرجال الذين يقفون ليلا ونهارا وطنية وحب ووفاق وأمن وأمان. إن شاء الله ما تغيبوا. أركب فوق بسرعة. أطلب من الأخوة الخدمات أعطائي رؤساء الفرق لكي يحييهم ويعطيهم حقهم الإعلامي، رجال الكهرباء، الإسعاف، المطافي، رجال الأمن، أعطوني ورقة حتى لا ننسى الأسماء. رجاء ليس أمرا، أعود بكم ومعكم للمضمار. خلينا نحفظ الهواء ما يخدمش. الخيل معقود وبين الراسين. وهذا تذكير بأبرز العناوين. قصف جوي ومدفعي على أحياء وسط درنا، وميليشيات الكرامة تعتدي على مؤسسات بالمدينة. في ذكرى تأسيس الجيش الليبي، المجلس الأعلى للدولة والرئاسي المقترح عنوان لتوحيد المؤسسة العسكرية. بعد إعلان نتائج الشهادة الثانوية، وزير التعليم بالحكومة المقترحة يحجب نتائج بلدية زوارة. وتابعتم أيضا عدسة التناصح تواصل متابعة انطلاق مهرجان تاجوراء الأول للفروسية. شكرا مشاهدينا على حسن وطيب المتابعة، على أمل اللقاء بكم مرة أخرى. أستودعكم الله والسلام عليكم.